بعمل الفيديو ده علشان احكي لكم على موقفين، موقف حصل من زمان كده من كام سنه، وموقف حصل النهارده ذكرني بالموقف بتاع زمان. الموقف بتاع زمان، شفت راجل عجوز اب بيسند على ابنه وبيحاول يخلي يعني ان هو ابنه يتسند عليه، وبعدين ابنه بيخلص له ورق ومش عارفه ايه، كنا في مصلحه حكوميه يعني، وبيخلص له ورق وجاي ورايح، وفعلا الولد فعلا يعني رايح جاي وهكذا. فالاب يا حبيبي يعني مش عارف يمشي، فبينادى عليه فلقاه متضايق فاحجم وقعد وكده، وفضل يدور على حاجه يسند عليها. وبعدين جه ابنه قام جاي معلي صوته، ما اعرفش طبعا كان بيقول له ايه، بيشوح بيده كده ومعلي صوته وبتاع كده. فالاب عمال يعمل له طيب طيب حاضر حاضر طيب طيب حاضر حاضر. وبعدين الاب مش الابن، فالاب قعد كده وقام جاي ساند وقام جاي معيط. الموقف ده حصل من كام سنه وانا شفته، وطبعا ما بعرفش اسكت يعني، يعني لولا ان اللي موجود رجال كنت انا رحت واتكلمت وقلت له يعني لما يوصل الاب والام ان هم يستجدوا اولادهم للمساعده او ان هم كبروا ويستجدي رضا ابنه، دي في حد ذاتها كارثه. يعني انك انت تستجدي ابنك للعطف وللحنان او بنتك للعطف والحنان كارثه. الموقف التاني اللي حصل النهارده وخلاني اتاثر جدا جدا، ان ابن يعني شفته بيعامل والدته، يعامل الناس كلها كويس وما بيردش على امه، ولا امه تكلمه ويتصل بيه ما بيردش عليها، والام قدامي عماله تقول له برن عليك وتبعت له رسائل وتسجل له ومش عارفه ايه، وهو ما بيردش. فاضطرت ان هي تكلم حد صاحبه او حد قاعد جنبه او في المكان اللي هو فيه علشان يقولوا له رد على امك. ايه ده؟ ايه ده؟ فين البر؟ عارفين قصة جريج العابد لما كان بيصلي وامه بتنادي عليه فقول يا رب صلاتي امي يا رب صلاتي امي، فكمل صلاته. لما خلص صلاته وعبادته جت امه قالت له والله الله لا يميتك حتى ترى وجوه المومسات. دعت عليه، دعت عليه، وفعلا اتهمته. جم بني اسرائيل قالوا احنا عايزين ده جريج العابد ده عامل مشكلة، وجريج العابد ده عامل لنا قلق في العبادة احنا كده. فجابوا واحدة من المومسات تفتري عليه الكذب، ده ابن جريج. فجه جريج قال لا ما يعني ما مش ابني، خلاص حكموا عليه. الله عز وجل انطق الطفل قال لهم الدنيا اصلي ركعتين، وصلى ركعتين يدعي ربنا سبحانه وتعالى ان هو ربنا ينجيه والكلام ده. فجه سبحان الله الطفل نطق وقال ابي فلان كان الراعي اللي الست المومس ديت يعني عملت معاه الفاحش، ونطق. وبعديها فهم وعرف امي والله صلاتي امك لو كانت نافل، واحنا في ديننا كده صلاه النفل امك بتنادى عليك روح اقطع النفل، صلاه الفرض كمل الفرض واجري لامك اجري لابوك. كون ان انت تصل يصل الاب والام يستجدي ابنهم او بنتهم للرحمه والشفقه والمراعاه، اما يبلغن عندك، مش في لوحديهم ولا انت حطيتهم في دار ولا انت حطيتهم في لا عندك الكبر كليهما احدهما او كليهما الاثنين فلا تقل. بكاء الاب ساعه لما الابن عم ابكاني، والام لما تتصل بصاحب ابنها او باللي قاعد جنب ابنها او مكان قريب من ابنها عشان ابنها يرد عليها ابكاني. يعني الواحد يقول مثلا هو يعني يا رب سبحانك يا رب، تفضل الام في صغر اولادها تراعيهم وتبقى حريص عليهم، عايزه حطاهم مش جوه العين، جوه نن العين والقلب. وربنا وضع في قلوب الاباء والامهات رحمه للاولاد غير عاديه، ويجي الاولاد عند الكبر نستجدي العطف ونستجدي الرحمه عندهم كارثه. الامر في الاول وفي الاخر محتاج ان احنا نعاون. اين نحن من بعد التوحيد من بر الوالدين؟ انت فين من الكلام ده؟ رغم انف رغم انف رغم انف اتبرمجت انفك في التراب ليه؟ من ادرك ابوي عند احدهما او كليهما ولم يدخل الجنه. انت عندك باب من ابواب الجنه موجود لكن انت سايبه، عندك باب من ابواب الجنه وانت قافله. يعني ايه ام تبقى مكسورة عشان خاطر بنتها أو ابنها ينادوا عليها؟ فين البر يا جماعة؟ يعني وصية، لو أنا عارفة أن أنتوا بتسمعوني البنات والشباب، وصية
عايز ربنا يرزقك بر ابوك وامك، عايز ربنا يفتح لك مغاليق امور الدنيا بر ابوك وامك. قال له ان ظلما اني امي امراه سوء، ابي امراه سوء يا رسول الله. قال بره وان ظلماك حتى لو ظلموك، عايز ربنا يفتح لك ابواب الرزق المغلقه في الدنيا كلها بر ابوك وامك. يعني يجي بينا الزمن انك انت ان احنا نوصي يا صعب. ما هو بصوا ما هو علشان كده الله عز وجل عمل ايه؟ وصينا الانسان بوالديه. طب وصى الاب والام باولادهم؟ سبحانك، فطره حب الاب والام للابناء فطره. لكن ليه لهم مستقبلهم حياتهم قطعه منك، لكن للاولاد ينسى الدنيا. اصلهم من جيل واحنا من جيل، اي بقى خزعبلات. والله اعرف من الجيل الموجود دلوقتي ولسه في سن يعني 35 ما كملوش ال 40، ويقول لك لا يمكن ان انا ادخن سيجاره قدام ابني، ويفضل حاطط السيجاره مع عيني، يعني ده حرام وكذا، وشفت المنظر ده قدام عيني، مسك السيجاره وحطها كده وبتاع، والدخان طالع وابوه عارف انه بس ما يحطهاش قدامه، وطالع وكده ولسعت ايده السيجاره، ولا انه يعمل كده قدام ابوه. ايه ده؟ يعني ادعو الله سبحانه وتعالى ان انا ما اشوفش المناظر دي تاني يا رب، واشوف البر باقصى انواعه وباعلى انواعه. وصيتي لكم ابوكم وامكم، لو انتوا عايزين خيري الدنيا والاخره فالزم قدمها فسمى الجنه، الزم قدم امك فسمى الجنه. ادعو الله سبحانه وتعالى يرزقنا واياكم البر، اللهم امين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم امين، وارزقنا بر ابنائنا، وارزقنا حبنا لابنائنا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.